ما ورد أن شهر رجب هو شهر تستجاب فيه الدعوات على الظالم، فتنبه رعاك الله، هذا ما كان يفعله إلا أهل الجاهلية، ليس من سنة المسلمين وليس في الإسلام في شيء، فتنبه رعاك الله من البدع، فلا يستجاب فيه دعاء على الظلم أو على غيرهم كما زعموا، وإنما هي بدع أنشأوها واختلقوها.